السلام عليكم يا متابعيني الحلوين. اليوم سويت لكم وصفة كليتشة بطريقة جديدة وطعم رهيب، وتبقى دائما هشة ومثل القطن، ويعني طعمها يجنن. هذه الوصفة مرة كان جابت صديقتي كليتشة، ويعني استغربت على طعمها وهشاشتها، فسألتها قالت لي عجنتها باللبن، فانطتني الوصفة وجربتها. طلعت بالفعل يعني كلش كلش طيبة الكليتشة، وكلش حبوها. فهذه وحدة من الطرق اللي يعني محضرة بها الكليتشة عندي بالقناة، 3 فيديوهات إلى 4 لعمل الكليتشة، وهذه وحدة منهم. فتعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة تحضير هذه الكليتشة الرهيبة. المواد اللي يحتاجها لتحضير وصفتنا لهذا اليوم وهي الكليتشة بطريقة تنعجن باللبن، هذه الكليتشة بدون مي. احتاج لها اول شيء عندي دا اسوي مقادير كلش قليلة، وانتو تقدرون تضاعفوها لهذه المقادير. عندي هنا أنا هذا كوبين من الطحين، احتاج لها نصف ملعقة اكل من الخميرة، احتاج لها هذا 100 غرام من الزبدة او الزيت او السمنة المتوفر عندكم. يعني 100 غرام يطلع نصف كوب، يطلع هذا الزبدة او السمنة او الزيت ودافية. احتاج ملعقتين اكل كبار من السكر، احتاج القليل من الملح، احتاج الهيل، قليل من الهيل، واحتاج عندي اللبن، هذا لبن، شوفوا اللبن الرايب الياغورت اللي يعني لانه احنا بالعراق نسميه لبن، بغير ما الدول يسموه الياغورت ويسموه الزبادي، فهو هذا لبن الروضة اللي راح اعجن به الكليتشة. اول شيء راح اخلي القليل من الملح فوق هذا الطحين، اخلط الملح ويا الطحين، بعدها اضيف الزبدة الدافية، ما اريدها زبدة ساخنة، اريدها دافية، يعني حتى الزيت او السمنة اللي راح تستعملوها لازم تكون دافية مو ساخنة كثير حتى لا تسود ويعني تصير الكليتشة يابسة. واخلطهم، اخلط هاي الزبدة ويا الطحين الى ان ما تصير عندي تختلط كلها. شوفوا بسرعة اختلطت، اختلطت بسرعة وبكل سهولة. راح اخلي القليل من الهيل، لا كثير، ولو احب الهيل يعني هواية بالكليتشة ينطي طعم اطيب. اضيف السكر، اضيف نصف ملعقة اكل من الخميرة، واضيف اللبن بالتدريج. عندي هنا هذا 3/4 الكوب لبن، طلعته قبل فترة من الثلاجة وخليته برا، لانه اذا اخليه من الثلاجة يكون بارد، فخليه شوية برا. يعني باللبن وحده راح اعجن الكليتشة، ما راح اخليه مي. جربوا هاي الطريقة وراح تندعوا لي، شوفوا شلون الكليتشة تطلع تخبل. اضيف المزيد من اللبن، حاولوا يعني الكليتشة تحتاج عجن، ايش قد ما راح تعجنون الكليتشة راح تطلع العجينة الكليتشتكم راح تطلع اطيب. شوفوا ما شاء الله شلون عجينة طلعت. راح اغطيها، راح اغطي العجينة واتركها يعني ترتاح شي نص ساعة، تختمر او ترتفع شوية وارجع لكم. بعد ما تركت العجينة وارتاحت وشوية يعني ضاعف حجمها، راح اقسمها بالنص واسويها قرصين. شوفوا شلون عجينة ما شاء الله يعني عبارك شمع. حضرت عندي هنا اللبجوز، حضرت التمر اللي راح احشي بيه الكليتشة، راح اسويها اليوم بس كليتشة التمر والجوز. انتو اذا اي حشوة انتو تريدون ترغبوا لها حشوة ثانية تقدرون تضيفون، اقطعها. بعدها اخذ عندي هنا راح احشيها باللبجوز،
احشيهم كلهم اول مره. انتم مثل ما تريدون الطريقه اللي تريدون تسووها الكليتشه، تريدون قوالب او تريدون بالبرم باليد، هذا الشيء يرجع لكم. لكن انا افضل دائما ان اسوي الكليتشه، خصوصا كليتشه الجوز اسويها بهذه الطريقه البرم، هذه اكثر احبها. يعني مثل امهاتنا ايام زمان، قوالب موجوده ورخيصه بالسوق لكن واسرع واسهل، لكن هذه طريقتي انا احبها بهذا الشكل الكليتشه اللي بجوز بالذات. احشيهم كلهم وبعدها راح ابدي ابرمهم للسهوله، يعني اسهل يصير. هذا الشكل اغلقهم، راح احشيهم كلهم وارجع لكم. بعد ما انتهيت من حشيهم كلهم بلب الجوز راح ابدي وابرمها للكليتشه. هاي بالنسبه يعني البناتنا الصغار المتزوجات جديد او اللي ما تعرف تبرم الكليتشه، فهذه شوفوا طريقه البرم الكليتشه. وهذه هاي دائما كنت اسال الوالده ليش تسويها هالشكل، كانت تقولي هاي نفغس عين الحسود بيها، فعادات وتقاليد أهلنا. هو يعني أعرف هي شغلات يعني مو حضارية، لكن تنطي منظر جميل للكليتشة. واستمر بهم كلهم بهاي الطريقة إلى أن ما أنتهي من كل كليتشات لب الجوز، راح أحشيها بنفس هاي الطريقة وأرجع لكم حتى أحشي كليتشة التمر. بعدها عندي حشوة التمر. التمر عندي هنا أخذت هذا القرص، راح افتحها على نايلون للسهولة. افضل يعني استعمل هاي الطريقة الفتح التمر حتى يسهل احطها على قرص عجين الكليتشة. هكذا فتحت التمر اتركه على جهة. عندي هنا هذا القرص راح احشيه بالتمر. بعد ما انتهيت من فتح العجينة راح اخذ أقلبها أول مرة بهذا الشكل وأقطع الزيادات وأخليها على الجهات الأخرى بهذا الشكل. أقطع القرص بالنص من الوسط وألفها كل واحدة على جهة. وأبرمها على اتجاه واحد بهذا الشكل وأعدلها وأبدي أقصها الأشكال اللي أريد. وأحاول أزينها بهذا الشكل وأخليها بالصينية. من أنتهي منهم كلهم راح اسخن الفرن وادخلهم بالفرن واستمر بقرص الثاني نفس الطريقة. بعد ما انتهيت من الكليتشة سخنت الفرن درجة حرارة 200
راح ادهن الكليتشة بالبيض وادخلها بالفرن الى ان ما تحمر او تشقر. الافضل يعني تنطي اللون الذهبي قبل ما نطلعها من الفرن، او اللون الاشقر كلش حلوة تطلع الكليتشة بهذا اللون. فراح ادهنها بالبيض كلها وادخلها بالفرن وارجع لكم. هكذا انتهيت من تحضير الكليتشة لهذا اليوم. طبعا طلعت كليتشة تخبل هشة مثل القطن والطعم يجنن. هو هذا كان فيديو لهذا اليوم، اتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها، والف عافية مقدما واترككم بامان الله. الى ان ما نلتقي في فيديو اخر، شكرا جزيلا للمشاهدة.